ولا بمتغير يخالط يمكن صونه عنه كزعفران لا من حماء وتراب. أراد المؤلف التفريق بين ما يمكن صونه وما لا يمكن صونه. إذا تغير بمخالط يمكن أن يصان كالزعفران فإنه يكون طاهر. إذا تغير بمخالط تغير مثلا بمخالط يمكن صونه كالزعفران والتراب فإنه لا يتوضأ به، وإن تغير بمخالط لا يمكن صونه عنه فإنه يتوضأ به. والصين ولا فرق ما دام اسم الماء باقيا، ما دام اسم الماء باقيا فلا يؤثر التغير. إذا تغير بمخالط تغير طعمه بمخالط طاهر أو لونه أو ريحه واسم الماء باقيا، اسم الماء باقيا فلا 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 تأثير لذلك على ما ذهب إليه المحققون كشيخ سام بن تيمية وغيره رحمه الله.